شبابنا أحبائي، أنا أريد من عندكم أن أنتون تصيرون على قد المسؤولية، وأنتون على قد المسؤولية. تعال السالفة مي متعلقة بلبس، مو متعلقة بطريقة حلاقة الرأس، متعلقة بما تحمل أنت من قيم، بمتعلقة بما تحمل أنت من فكر، متعلقة بما تؤمن به من هدفية، متعلقة برؤية مستقبلية، متعلقة بطموح تحمله. يجي واحد من الشباب ويحمل طموح أنه يطور هذه المؤسسة، يحمل طموح أنه يطور هذا المجتمع، ويأخذ وياه كل هذا المجتمع إلى مصاف النجاح. هذا الشباب الواحد لو كان متكثر، لو كان منه 100، لو كان منه 1000، مجتمعاتنا راح تصير قوية، لأنه متكونة من هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب اللي يقدر أنك تعتمد عليهم، وتقدر أنك أنت توثق فيهم. أما إذا أنا صار عندي مجموعة كبيرة من الشباب الذين لا يتحرك فيهم أي نوع من فكر الحسين، ولا فكر علي بن أبي طالب، ولا فكر أبي طالب، ولا فكر رسول الله، ولا فكر زينب، ولا فكر فاطمة، شنو بيصير مجتمعنا؟ شنو بيصير؟ إذا كان موجود عندي مجموعة من الشباب، إن قلت دائما ما يحاجج قولك مو قولك كشخص، قولك لأنك أنت قلت هذا الكلام، قلت هذا الكلام حكاية عن قول المعصوم، حكاية عن قول المعصوم. أنت تقول هذا الكلام، أنا عندي إليك الحجة، ويعطيك حجة. يا حبيبي أنا أقولك هذا الكلام، كلامي أنا، كلام أهل البيت عليهم السلام، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، حتى يقال رحم الله جعفر بن محمد فقد أدب شيعته. عشان كذي شبابنا حبايبي، مشان الله، مشان الست، أريد من عنكم أن أنتم تتحملون مسؤوليتكم، وتبحثون عن ما يميز هويتكم، وتحصلون هويتكم وتنطلقون منها وتشتغلون على أساسها. أنا حسيني بصير حسيني في كل أحوالي، أنا زينبية بصير زينبية في كل أحوالي. الإمام الحسين كان عالم بصير عالم، الإمام الحسين كان ثائر بصير ثائر، الإمام الحسين كان مضحي لأجل الدين بصير مضحي لأجل الدين. السيدة زينب كانت تحافظ على حجابها، والله عاشت رحلة أسر ما حد عاش مثلها، وأدخلت إلى الدواوين، وأجلست في الخريبات. وين الرواية اللي تتكلم أن زينب تخلت عن حجابها في كل هذا؟ وين الرواية اللي تتكلم عن ذلك؟ ما يجي في بالكم أن احنا خلونا نفكر ونعيش نوع من المسؤولية؟ هذا مجتمعنا نقدر أن احنا نخليه أفضل المجتمعات. بأياديكم أنتون شباب، بأياديكم أنتون نقدر نخلي هذا المجتمع أفضل المجتمعات، بأياديكم أنتون نقدر نخلي هذه المؤسسات أفضل المؤسسات.